ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو عجبكم الفيديو رجاء تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو او تقريبا انا عامله فيديوهات خاصه بالاطفال الفتره دي، مش عارفه ليه، بس ماشي. يعني فيديوهات ممكن تكون والله يعني نافعه لحد، يعني زي ما انا كنت بتفرج على فيديوهات عشان اعرف اتعامل مع بنتي في اي حاجه واجيب لها حاجه فكانت بتنفع، فممكن الفيديوهات دي تنفع حد. كتير من الامهات بتعاني من فكره ان هي لما بتبقى في مكان، خصوصا لما الطفل بقى بيتعود ان هو يمشي ويجري، بيسيبها كده ولو في اي حته ويجري، يخش المحل ده يطلع يجري منها في الشارع، بيبقى موضوع اصلا عذاب، وبيبقى المنظر بشع جدا لما احنا نطلع نجري وراهم، منظر عرة خالص يعني. يلا الحمد لله. المهم فانا قررت اجيب لبنتي اللي ما اعرفش هي اسمها ايه دي، بس انا قررت اجيبها على اللي هي بيبقى فيها اسورتين، واحده انا بلبسها، دي انا بلبسها عشان الكبيره، ودي هي بتلبسها في المعصم بتاع ايديها. طب مهما مشيت بقى راحت جا، السلك بتاعها ده بيتمطه بياخد شكل، بس في النهايه ليها يعني ليها مساحة معينة تقدر تتحرك حواليكي بيها، مش هتمشي وتسيبك وتجري وتقعدي تجري وراها، هتجري مش هتجري، بس وهي بتجري فجأة هتلاقي في حاجة وقفتها كأن حد شدها، مش هتعرف تتحرك جدا. عملية وجميلة مفيدة، بتنفعني وانا في المول، بتنفعني وانا في اي سوبر ماركت، لان هي بتروح تمسك الحاجة تنزلها من على الارفف، دي بتخليني اقدر ان انا يعني الجمها، خصوصا حتى لو هي مشت عادي، لو فردتها بقدر ان انا امسكها كده اتنيها حوالين ايديا، فبرضو اقللها الحتة اللي هي برضو يعني هتمشيها. فصراحة من الاختراعات العظيمة اللي احب اشكر صاحبها واقول له شابو للاختراع ده، نفعني جدا. يعني كفاية ان هو قلل لي الاحراج اللي بنتي بتعمله في اي مكان بنروحه، وما كانش غالي خالص. انا جايباه يمكن 18 ب 20 ريال، كنت جايباه من نون لان ما لقيتهاش برضو بتتباع في محلات الاطفال هنا، مش عارفة في ايه المشكلة، بس لقيتها في بيت الطفل، لان انا يعني بعد ما جبتها رحت محل اللي هو بتاع بيت الطفل ده، ولقيتها كمان كانت ارخص، يمكن كانت ب 12 ريال او ب 13 ريال. فبرضو بيدور على حاجة زي كده هتلاقوها في محل بيت الطفل اللي موجود هنا في بريدة. فوالله والله انصحكم جدا 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 من هنا السنة الجاية بيها، والله والله هتقلل كسوف وحرام كتير. وبس، شكرا وباي باي.